شكرا للزميل صالح محمد علي قاهرون. في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الخامس في المجموعة الشوط الثالث فئة البكار من مسافة 4 كيلومترات سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار. انطلق الشوط الخامس بحفظ الله وسلامته اللي في أول المراكز. هذه الشاهينية لسيد علي بن بخيت بن عويض المري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع الشاهينية في ثاني المراكز. ثالث المراكز وتسللت في هذه اللحظات هذه بلبلة للسيد طالب بن حمد بن هلي مع بلبلة في هذه اللحظات ثاني المراكز. رابع المراكز هذه متعبة للسيد هادي بن سالم الأفجح المري مع متعبة في رابع المراكز. خامس المراكز وصلت الوجبة للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري في هذه اللحظات، سلت مباشرة إلى رابع المراكز. اللي في أول المراكز ما زالت حتى هذه اللحظات الحفل الكريم. هذه الشاهينية للسيد علي بن بخيت بن عويضة المري مع الشاهينية في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. هذه الشاهينية للسيد علي بن بخيت بن عويضة المري، ولكن تسللت بلبلة. هذه بلبلة هي الحفل الكريم وتعود ملكية بلبلة للسيد طالب بن حمد بن هلي المري مع بلبلة في أول المراكز. ثاني المراكز الشاهينية للسيد علي بن بخيت بن عويضة المري. رابع في ثالث المراكز وتسللت إلى ثاني المراكز. هذه الشاهينية للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي إلى أول المراكز مباشرة. وصل بن سفران في هذه اللحظات الى ثالث المراكز. هذه اللي واصله هذه الوجبه للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري في ثالث المراكز الى ثاني المراكز. رابع المراكز الشاهينيه للسيد علي بن بخيت بن عويضه المري في هذه اللحظات رابع المراكز. خامس المراكز هذه مدماكة ويدعون ملكية مدماكة للسيد نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي في هذه اللحظات خامس المراكز، ولكن تسللت الشاهينية وانتزعت المركز الأول وراحت الشاهينية حتى هذه اللحظات. هذه الشاهينية هي الحفل الكريم للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع الشاهينية في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، ولكن واصل بن سفران واصل الوجبة واصلة. واصل السيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه بلبلة للسيد طالب بن حمد بن هليل المري في ثالث المراكز، ولكن راح بن جبر راحت الشاهينية بالناموس والمركز الأول حتى هذه اللحظات مع الشاهينية وبدون أوامر. هذه الشاهينية أيها الحفل الكريم ادعود ملكية الشاهينية للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. أما اللي في ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات الوجبة للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري أيها الحفل الكريم يتحاول انتزاع المركز الأول، ولكن الشاهينية حتى هذه اللحظات طارت الشاهينية بالمركز الأول والناموس للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. وهذه الوجبة في ثاني المراكز للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري في ثاني المراكز، ولكن الشاهينية هذه الشاهينية هي الحفل الكريم وتعود ملكية الشاهينية للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي في أول المراكز. نقول التهاني والناموس من الميتين متر الأخيرة أو من 400 متر الأخيرة للسيد ناصر ابن راشد بن ناصر الجبر النعيم على فوزه الشاهينية لو لم يكن لبن سفران رأي آخر، ولكن طارت الشاهينية بالمركز الأول كما تعودنا من هذا الشعار على العديد من الأسماء والعديد من السبق. هذه الشاهينية الحفل الكريم في أول المراكز للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. نقول تهانينا والناموس إما يسكن مالك هذا الشعار. هذه الشاهينية الحفل الكريم كما عهدنا على ظهر حماس وعلى ظهر التماس والعديد والعديد من الأسماء. هذه الشاهينية الحفل الكريم للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي انتزعت المركز الأول. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز الشاهينية بالمركز الأول للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. أما اللي في ثاني المراكز وصلت الوجبة للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري، وفي ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات الشاهينية للسيد محمد بن سالم
ابن جهويلة المري التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 37 ثانية 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس السيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي على هذا الفوز وهذا التوقيت المميز.